الو، اخيرا سمعت صوتك. انت وينك في؟ زين سمعيني، اذا ما عندك احد في البيت طلعي لي برا عند الباب، ابي اعطيك شيء. لا ما اقدر، اخاف احد يشوفني. لا تخافين يا يبا، ايش فيك خايفه؟ كلها 5 دقائق بالكثير، ما راح اطول، بس ضروري اشوفك. اذا احد شافني ولا شيء بسوي روحي يا يسأل عن مشعل. يلا ناظرك. زين زين الحين اطلع، بس لا تدق الجرس اخاف احد ينتبه. يلا باي. قوة سارة. هلا. ولحت عليك وايد. يلا قول ايش عندك قبل يطيح علينا احد. وش فيك خايف انت؟ اذا احد سال قولي لهم يا يسأل عن مشعل، واذا كلش دروا اني انا جاي علشانك انا مستعد اخطبك الحين. يا حلو الحياه عليك. المهم حبيبتي، هاج هذه هديه بسيطه جبت لك اياها علشان تذكريني فيها. كاتب لك داخلها رساله، ابيك تقرينها عدل وتردين علي فيها. تحت الرساله كاتب لك رقم تليفوني ورقم بيجري، اذا شفتي نفسك فاضيه وما عندك احد ضروري تدقين علي. اوكي اوكي صار. انا لازم اروح الحين، بس ترى انطر تليفونك على نار. ساره ديري بالك على روحك. والله وطيحته ويبت راسها يا ابو نيشان. حبيبتي سارة، واسمحي لي أقول لك حبيبتي، لأني بالفعل قمت أحس إنك حبيبتي من أول يوم شفتك فيه. سويرة؟ 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 وين أمك؟ أمي طلعت مع خالتي نجيبة ينظفون بيتنا الجديد. صدق والله؟ وإن شاء الله متى بتطلعون؟ ما أدري، ليت أمي سأليها. زين. قومي نظفي الديوانية وسوي لنا شاي، يبيون الزباين الحين، الحريم يبيون. يلا قومي. كنا صوت بابنا قاعد ينطق. يعني ما يبينا الحزه، اكيد الصبيان يلعبون باغا. يا المتهاها اي صبيان، هذا صوت بابنا، ايش فيك؟ خلني اروح اشوف من بالباب. خل 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 عنك ابو، انا اشوفهم. نعم. خيط ربع عسل موجود؟ اي موجود، من يبي؟ المخفر. المخفر؟ ليش؟ ايش سوى؟ جارك محسن متهمك انت واخوك عطش وولدك عسل بضرب ولده يوسف في الشارع قدام بيتكم. تقرير الطبيب يؤكد وجود رضوض واصابات في الصدر وكسر بيد اليمين. سجل عندك حظ الضابط على ايام امتحانات، واليد اليمين وايد مهمه. شلون ينجح ولدي وايد اليمين مكسوره؟ هذا اكيد بياثر على مستقبله، والله يستر ما تروح عليه هالسنه. اولا عمي الضابط، انا احب اوضح شيء، احب اوضح ان اخوي اسمه لؤي وولدي اسمه وائل، وهذا مسجل في شهادات ميلادهم والبطاقة الأمنية. والشكوى اللي تفضل فيها جاري العزيز جاي العطش والعسل، هذولا ما نعرفهم ولا يخصوننا. وائل ولو أي مو مهم، المهم انك انت وولدك واخوك كسرتوا ايد ولدي يوسف. خل نفرض ان كلامك صحيح، انا واخوي ولدي ضربنا ولدك بالشارع، معقولة ما حد يشوفنا؟ وين شهودك؟ موجودين، وبدل الشاهد عندي 10. الله الله اكبر يا الجن، الله اكبر يا الجن بحضره الضابط. معقوله في 10 شافونا نطق ولده بالشارع وما حد فيهم تدخل يفاجئنا؟ عمي الضابط عسى الله يطول لي بعمرك،
ترى ولده اللي متهمنا ان احنا طاقينه وهو اللي باقي السياره ذيك الليله، وانا جيتكم هني وبلغت عنه. الظاهر ان ابوه مسوي هالسالفه علشان ينتقم منه، ما يبوننا نساعد العداله. مو حضره الضابط انتوا تقولون ان كل مواطن خفير؟ هذول يحقدون علينا، ما يبوننا نكون خفراء. ولدك هو اللي باقي السياره؟ اي نعم عمي الضابط، بس هذه كانت شيطانه يهال وراحت. شيطانه يهال يبوك سياره؟ اذا بهالعمر يبوك سيارات، مو بعيده باكر يفجر طيارات. الله يستر، الله يستر يا حضره الضابط، الله يستر ولا يبلينا. هذه كنا سيارة روان. اي والله روان، خوش صدفة هذه. يا حلوها صدق دميرة. ثانية معي ويسف، لا تلوم إلا نفسك. كذا ما لي شغل فيه، ما رحت لأوليالي. هالولد ما وراه غير المشاكل. حسبي الله عليه وعلى أبو محسن العوي. يلا يا أبو عسم صيفنا يا أخوك، وإذا عسم قاد ثك من الهوش اللي ردينا. وين بنروح؟ بنروح المعهد. ولا ما تبي توديني اليوم؟ شوف كيفك، إذا ما تبي توديني ترى بتطير الوظيفة وبطيح بكبدك. إيش دعوة كل هالحكي؟ قول ودني المعهد وبس، ما له داعي كثرة اللغوة. آسف يا أبو عسام وحقك علي، ممكن إذا سمحت وتكرمت توديني المعهد علشان أكمل الدورة وتوظف؟ زين، أسمعني عدل، بروح أوصل عمك المعهد. إن دريت إنك طلعت من البيت ترى ما تلوم إلا نفسك، فاهم؟ حاضر يا أبو. الحين يوسف غلط وأنا أتحمل غلطتي وأنحبس في البيت. السلام عليكم. الحين الله يهداك، ما لقيت مكان تقعد فيه الا هني وسط الزحمه؟ عرفتك وانت كله خايف. منين خايف؟ يبا هني كل الله بنفسه. المهم قول لي سويت. ما سويت شيء. الله يحفظك. ظاهر فيصل انت مو جاد بالموضوع، كله متردد وخايف. احنا اثنين خايف، انا خايف، لكن لا والله جاد. بعدين ما لقيت احد يرضى يصير خيال ماته. انا عندي ريل اختي حمار مكده، بس عيبه شيء واحد، الحمد يعرفه، ولده ماخذ بنت خاله حمد. بعد احسن، يصير نسيبهم ويبرونا بهالمناقصات هذه اللي ترسي عليهم. شي يبرونا فيه؟ حمد يدري انه منتف وما عنده غير راتب التقاعدي، ولا راح يصدق انه تاجر وعنده شركه مقاولات. صدق يوم قلتي عن غير اختي ذكرتي بواحد اظنه يصلح. زين زين زين. هلا نعيمة. هلا هلا فيصل، شلونك؟ الحمد لله. جاسم هني؟ لا جاسم طالع. وين في؟ ما ادري، يمكن تلقاه بالقهوة. اي قهوة؟ ايش دراني، حدا هالقهاوي مطيح فيها. زين اذا قولي له يتصل فيني ضروري ابيه. ايه ايش تبي فيه؟ ها ابي بسأل عنه. ها تقول ابي ضروري؟ اكيد المسألة شايدة ولا شايبك هالحزة. لا شايدة ولا شيء، أنا يا سيلة سوى بإجراءات طلاق نورة. يبا قلنا لك ورقتها وصلتها وتنازلت عن النفقة. إي أنا بأسمع الحكي هذا منه. يه يه فيصل عندنا؟ يا هلا يا هلا، حي الله من يه. هلا هلا هلا، الله يابك. أقول فيصل يسأل، سويت في طلاق نورة؟ جاسم أبيك الموضوع. إي حاضر، تفضل. عاد حقه واقف عند الباب؟ لا لا ما ينفع الموضوع داخل، أبيك بالسيارة خلنا نتحكي هناك. صار. أقول نعيمة أنا بروح ويا فيصل شوية وأرجع. روح بس لا تتأخر. على خير، يلا مع السلامة. مع السلامة. يا حليلك يا فيصل، على بالك لي خد جاسم معاك؟ ماني عارفة السالفة. أصلاً جواسم الليلة بيخر لي كل شيء وبيقول لي السالفة بالتفصيل الممل. هي
هذه السالفة كلها. إيش قلت؟ بعد شو أقول؟ دام المسألة فيها خير لك ولي أنا موافق على طول. عيل عطني بطاقتك المدنية. بطاقة المدنية إيش حقها؟ إيش تبي فيها؟ شنو إيش حقها؟ إيش أبي فيها؟ باكلها أنا أهو عطني إياها. على أمرك على أمرك لا تعصب. عفوا يا أبو عزوز. البطاقة وصاحب البطاقة تحت أمرك بس آمر تدلل. زين. شقلت بيجرك ولا لحم مقطوع؟ الله هداك يا أبو عزوز، أنت أدرى بالحال، منين أشقل البيجر؟ جاسم، إيش دعوة ما عندك 30 دينار؟ صدقني، 3 دنانير ما عندي، مو 30؟ مو لو تبطل من هالبلل اللي تشربه، كان صار عندك فلوس؟ ودي، ودي يا أبو عزوز، صدقني ودي، بس ما أقدر أبطل. تصدق، اليوم اللي ما أشرب فيه، جسمي يرجف، أصير مثل سعفة. الله يعينك، تدري يا جاسم، اللي ضبطت معانا السالفة هذه أوديك مصح برا، عالجك من هالإدمان، أكسب فيك أجر. أبو عزوز، بدل ما توديني برا وتكلف نفسك، عطني فلوس العلاج، وأنا عالج نفسي بنفسي. أعطيك الفلوس عشان تلعب فيها؟ لا يبا، لا، أنا اللي أوديك بنفسي. المهم يا جاسم، الموضوع هذا ما بي حد يدري عنه، خاصة النعيمة، ما بيها تدري عن السالفة خير شر، وإذا حكرتك واضطريت إنك تعلمها، كلها إني أنا لاقي لك وظيفة. حاضر. لا يكون أدري إن نعيم عرفت شيء. أفا عليك، أرقد وامن لهالدرجة ما عندك ثقة فيني؟ بصراحة لا يا أبو عزوز، دام ما عندك ثقة فيني إيش حقه يا ابني هني وصار لك ساعة تهدر من فوق راسي؟ شو أسوي؟ أحبك يا جاسم، حبتك العافية، أحبك وأبيك الخير، بس أعرفك قدام نعيمة تصير جبان، لين زرتك نزرة خريت الأكو اللي ماكو. بس أنا أقول لك شيء، لو تسكني بمية دينار أصير قوي قدام نعيمة ويد نعيمة بعد. وإذا خلصوا لمية؟ بسيطة، تعطيني غيرهم بس. هذا أقول بي معاك أنا يا جاسم. ها؟ جاسم. نعم. اسمعني عاد، الموضوع هذا بالذات ما في قشمرة ولا لعب. ترى السالفة عودة يا جاسم، ما بي أحد يدري عن الموضوع، لا نعيمة ولا غيرها. ترى إذا أحد درى بالموضوع رحنا فيها أنا وأنت. خطبت روان؟ إيه خطبتها ووافقت باركيلي. متى خطبتها وشلون خطبتها وليش ما قلت لي؟ كان قاعد أقول لك. الحين تقول لي عقب ما خطبتها؟ الله يهداك يا عزام. شو أسوي علوي، كل شيء صار بسرعة. بس أوعدك أول ما نحدد موعد الملكة أقول لك ولا تزعلين. لا والله، بعد روح ملك بدون علمي. أفا إيش دعوة، عاد أنا أسويها وأنت أختي الوحيدة. مشكور وما قصرت. جزاك الله خير، ما قصرتي، كل يوم تعالي حياك الله. ثم الله. تعال، وين رايح؟ بروح داري. شنو تروح دارك؟ تعال قول لي صار وشلون تمت الخطبة وشلون رحت تخطب بدون لا تقول لي. والله كل هذا تبي تعرفينه؟ وايد يبي له وقت. وانت شو وراك بالله؟ شو وراي يعني؟ وراي نوم، ولا نسيت انش قعدتيني من النوم وانا ما كملت نومتي؟ لقيت لي السالفة كلها، تقدر تروح تنام. يعني انت الحين معزمة تعرفين السالفة كلها؟ ايه معزمة. صح، الحين اقولك السالفة كلها. خوش تمام. اقول دام المسألة كذي، على شو رايك لو نستعيد بالملكة؟ لا لا روان، روان ما عليك منها، خل علي. اي نعم، اقول يبا ايش رايك لو عيك بعد شوي وانت فاهم بالموضوع احسن. حاضر حاضر، يلا فما لك، مع السلامه. انا جاهزه. اي خالف امل، ما اقدر اطلع معك الحين. ليش؟ لازم اروح البيت، ابوي يبيني. والعشاء؟ اي خالف، خليه وقت ثاني. حرام عليك يا حمد، اليوم عيد ميلادي وانت موعدني نتعشى مع بعض. وقت ثاني يا امل، الله يهديك، وقت ثاني. حمد؟ نعم حبيبي، اذا ما تبي نطلع نتعشى برا ما يخالف، نقعد هني. بس تكفى، لا تخليني بروحي يوم عيد ميلادي. امل ايش فيك؟ ابوي العود متصل فيني ويبيني ضروري، ولازم اروح للبيت، ما اقدر اقعد معاك. انزين ايش رايك اذا خلصت من ابوك العود مبكر تيجي ونتعشى مع بعض؟ انا بنطرك. احاول. حمد تكفى. امل قلت لك احاول. باي. انا ما ادري ليش يسوي فيني كذي. اي نعم تفضلي، الرقم صحيح.
عندي ماركات عالمية ما تفرقينهم من الأصلية. تصدقين قبل مدة جماعة جخ ماخذين مني جنات راحوا فيهم حفلة ما حد عرفهم ولا يفرقونهم من الأصليات. إيه العنوان سهل ما يضيع، سجلي عندك. إيه حياتش نجيبة حياتش. هذه نعموني. إيه قاعدة ما تطلع، تخاف تطير منها زبونة. السويرة قعدت لها قعدة، كل ما دقت زبونة نحشتها. زين تسوي فيها. مع السلامة. ما شاء الله نجيبة خاتون اليوم زايرتنا، ش عندك؟ زايرة نورة تطمن عليها. تونا رحنا نظفنا البيت وسنعناه، حتى باكر اللي شريت الأغراض وديهم سيده هناك. يعني ما بقى شيء على طلعتكم؟ إذا الله سهل إن شاء الله ولقيت كل أغراضي كلها يومين وننزل هناك ونفتك. إي الله يسهل عليكم. أقول قبل شوية فيصل أخوك وخذ جاسم وطلع معه. أخذ جاسم؟ وين راحوا؟ ما أدري. ليه شفتي أخوك اسألي؟ إزكيوز موا. إيش فيها هذه التقصع؟ إيش دراني عنها؟ تلقينها مستانسة أكيد بيعت لها بضاعة بمبلغ سنة. مصيبة صابتها، تطلع من البضايع آلاف مؤلفة وما يبين عليها. من قرادتها ولا المفروض تمتع بهالفلوس؟ لا ولد ولا تلد. هاي ما وصلتي؟ اي ما تونيت. سارونا شلونك؟ الحمد لله خالتي، انت شلونك؟ الحمد لله بخير يا بنيتي. تدرين يا نورة من اشوف سارة اقول يا ليت ولد سليمان كبرها كان اخذيتها له وصارت شنتي. الله يفرحك بسليمان يا نجيبة، ويرزق بنيتي الزوج الصالح اللي يسعدها. موسى 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 ما تبين من التلفون؟ شو يوكي يلا باي باي. اش تبي؟ تشيكنا على الاغراض كلها، كل شيء اوكي حق باكر. نوعت بالبضاعه؟ مشعل قال له هات كل التلفونات اللي عندنا بالجنطه. انا بعت تلفونات وفلاح ببسط بالريسيفرات. حلو، ليش ما تاخذون المسجلات الصغيره هذه؟ ترى الاهالي استانسون عليها، عليها طلب بالسوق. الاهالي يوني اهاليهم يشترون هالشغلات. المسجلات والسيجا والجيم بوي ما صار لنا شهر من بقناهم، خوف قنصات فيهم. عدل كلامك يا مشعل، خليهم حق الاسبوع الجاي. ما قلت لك مخنظيف؟ اكيد. هذا ابو جاسم ذراع اليمين، وانا وانت يا فلاح ذراع اليسار. وانا انت عادل غالي، انت اللي ما اقدر استغني عنك، انت معدتي وامعاء اللي اكل فيهم. صدق يا ولد تقولت عرضته؟ اوه كيف عرضنا؟ الا عرضنا وغنينا ورقصنا واستانسنا. لا ورمينا بعد. اي صدق بغيناك وياك. يا الله هديك يبا كان صار خبص. انا لو انا وياكم كان طبيت معاكم بعيد. المهم خلنا في المهم يا ولدي، انت متاكد ان روان موافقه على عزام؟ ليش يبا؟ احد قايل لك شيء؟ لا ما حد قال لي شيء، بس حبيت اطمئن. قبل شوي صوتت عليها لين خاب ثناي، اناديها لين عجزت ما ردت علي. سالت ريهام قالت بدارها تذاكر. الظاهر ان عندها امتحانات هاليومين. عساها امتحانات ولانها ما تبي عزام. ما تبي عزام؟ عيل من تبي؟ الله ما ادري يا ابوك، جيل هالوقت ما ينعرف له. سيارتها تحتها وتليفونها بمخباتها وجنطتها تحت باطها ولا ندري ايش عندها ما عندها. تولي عادي بها، عندها ولا ما عندها تاخذ عزام غصبا عليها. ابوي انت عيوني المركبه، تفضل يا بعد عمري. تسلمين. قول لي
فيصل ايش يبي فيك؟ فيصل؟ فيصل ما يبي شيء؟ يمرك البيت وياخذك بسيارته وتغب معاه اكثر من ساعتين وما يبي منك شيء؟ معقوله؟ لقالي وظيفه. لقالك وظيفه؟ وين؟ ما قال لي وين. كم الراتب؟ صدقيني هم ما قال لي. ما قال لك وين ولا كم الراتب؟ حيلش كان يقول لك طول هالساعتين ولا شيء. صدقيني وداني القهوة شربنا شاي وردينا البيت، بس هذا كل اللي صار. أخاف فيصل قام يلعب يقص عليك يقول لك لقيت لك وظيفة علشان ترد أخته. يا بنت الحلال، وهو وين واخته وين؟ أصلا صار له مدة ما يدري عن أخته خير شر. يه عيلش كلمك عنه؟ يبقى قلت لك كلمني عن الوظيفة. وش الطاري؟ يبي حق هالوظيفة واحد يثق فيه وما لقى غيري. ودي أصدقك بس السالفة مي داشة مخي. لا تستعيلين، صبري يبا. باكر لا استلمت الوظيفة بتعرفين كل شيء. ومتى بتستلمها؟ ما أدري. أنت كل شيء ما تدري عنه؟ وش تبين أسوي؟ ريال قال لي بيوظفني بوظيفة محترمة وبيعطيني راتب زين، خلاص الربط لساني، ما عرفت أسأله. ودي أصدقك يا جاسم بس قلبي ناقزني، حاسة أنك تكذب علي. أفا أفا يا نعيمة، بس ما حقيتها منك، أنا أكذب عليك؟ لا حاشا، أنت تكذب؟ محشوم صدوق وبريء. عزام شو السالفة؟ وعلى آخر من يعلم؟ صج الخبر اللي قالت لي يا عالية؟ اي صج. وليش ما قلت لي؟ عالية قالت لك؟ عالية توها تقول لي الحين، انت ليش ما قلت لي قبل أتخطب؟ مو انا حسبة اخوك العود. ما ادري كل شيء صار بسرعة. يلا تستاهل، انت من زمان تحبها. انا احب روان من زمان بس هي الظاهر ما تحبني. افا ليش؟ توري هاموت يقول لي عندنا سنجر ان روان مين موافقة على الخطبة. اي ليش ايش حقه؟ تقول اني انا سخيف وتافه وما عندي اي هدف بالحياة. ايش بيك تضحك؟ اضحك على كلامك. هذا مو كلامي، هذا كلامها. زين وبعدين ايش بتسوي؟ ما ادري بس باكر بروح حق ابوي العود واقول له اللي صار. تبي معاك؟ وين بتي وياي؟ لا حبيبي لا تيجي ولا شيء، انت نيت خربت السالفة، انت بروح حامد ماي واطنك. وانت صاج انتوا اهل والمفروض تحلون مشاكلكم بينكم بين بعض. تبي عشاء؟ تعشيت قهر. اخليك. قولي له انت اسخف من السخافه. حرام عليك روان، ترى وايد صكيتي عليه. يا معوده عشان يشيل سالفه الخطبه هذه من باله مره واحده. طيب هذه والله. روان هذا حمد. خل اسكر الكمبيوتر وايد احسن. روان. نعم. تعال ابيك ان شاء الله. الله يستر. ايش فيه؟ هذه أكيد سالفة عزامه. أنا بروح أحاول أقنعه. ودي تكفى كلمة عزام عشان يهون وأفتك من هالموضوع. خلاص صار. روان. كاني جاية. نعم حبيبي. روان. أبوي العود اتفق على الخطبة. دقي على خالاتي علشان ترتبون موضوع حفلة الخطبة. أي خطبة؟ خطبتك العزام. حمد انا ماني متزوجه عزام. رايك مو مهم بالنسبه لي، وسبق واني قلت زواجك من عزام امر مفروغ منه وما في اي نقاش اصلا. اي بس هذه حياتي. انت لي من الحين ياهل وما تعرفين مصلحتك. يعني عزام اللي مو ياهل؟ عزام ولد عمك، وايا كانت عيوبه فهو من لحمك ودمك، ما حد بعزك وبرزك وحبك كثره. حمد تكفى الله يخليك، انت جبرتني على الزواج من عزام معناته انك هدمت حياتي. انت ما تعلمين سالفتك. ليش كره عزام لهالدرجه؟ لانه تافه وياهل وسخيف، حياته كلها اكل ونوم وانترنت،
ما يطلع ولا عنده ربع، وعالم الخارجي هو بيتنا وبيتهم والتلفزيون. لا خذيتيه، حاولي تغيرينه. شغير فيه يا حمد؟ عزام بيكمل الثلاثين وعقله للحين عقل ياهل. لا عاد مو لهالدرجة، أنا معاك إنه من عزي اللي ما عنده أصدقاء، لكنه مو ياهل. وفاة والدته وهو صغير والظروف اللي مر فيها إيه اللي أثرت فيه؟ أنا وريهام ظروفنا تشبه ظروفه، أمي وأبوي توفوا ورا بعض وبنفس السنة، ليش وفاتهم ما أثرت علينا؟ عزام يا حمد قواها العقلية فيها شيء. إيش دعوة؟ خليتيه مجنون مرة واحدة. خلاص بلا تزوجته وإن شاء الله. طلعيه من عزلته وخليه يحتك بالناس وأكيد بتغير. أنا آسفة يا حمد، ما راح أقدر أتزوج عزام. روان، إصرارك على الرفض يأكد لي إنه بحياتك إنسان ثاني. صدقني ما في بحياتي أحد، بس ماني قادرة أتخيل يوم من الأيام إن عزام بيكون زوجي. وإذا قلت لك إن زواجك من عزام بيحمس من العائلة ويحافظ علينا، ورفضك له بيضيعنا ويضيع اسمنا. ليش الصاير؟ أنا أقول لك الصاير. على دينار، على دينار. كم تبي؟ لا يبا دينار نص. على دينار. خش مكاني ترى. بعدين المكان. تعال شوف الصبيان ايش عندهم. اخاف يروح علينا الوقت وما شرينا شيء نجيبه. ما يروح علينا الوقت ولا شيء. تعالي منها نشوف عندهم ومنها بعد نطالع يمكن شيء يوز لنا. يلا. كم الصبغ حجي؟ الصبغ كم؟ هذا. هذا ثلاث دراهم. هاي ثلاث دراهم. شوفي هذا نصف هذا قليل. هذا نصف دراهم. ما يسوى حجي هذا. شنو ما يسوى؟ شوفي ما في شيء. مشعل. يمه. صاير. الظهر كبسة. قبض. وقبض. شنو؟ صاير. معقولة شكوهم؟ شيل يا ولد شيل تنزلات تنزلات اليوم ببلاش شيل شيل السالفة. أمك أمك شفيها؟ أمي تشكتني وأنا أبيع الأغراض. وإذا تشكتك شنو يعني؟ أنا قايل لها أنا موظف مهم وحالتي حالة الحين، إيش راح تقول عني؟ أنت والله ما عندك سالفة، ما الكلطة كلها المسافة على أساس أمك طاحت عليك؟ أنا حسبان ما باحت تشكونا. أمشي معود أمشي أمشي، هذا ما عنده سالفة. يا معود لكن باقي الأغراض الحين. عاد إذا باقي الأغراض صدق بتصير نكتة. شمشي مشي معود. أمي الله يداها ما لقيت سوق إلا اليوم. يا بنت الحلال هدي بالك وخلينا نفكر في السالفة. شو نفكر فيه؟ ولدي يكذب عليه حاطله بسطة بالسوق ويقول له يشتغل بشركة عودة. الشغل مو عيب، حمدي ربك ان ولدك ما طلع راعي خرابيط. الدنيا ما لها امان. اللي يكذب عليه بشغله ممكن يكذب عليه باي شيء. ما كذب عليك، الولد قال لك انه بيشتغل بس استحي علمك شنها شغلته. يا نورة الوظائف هالايام ما تي بالسهالة. لا تلوميني انا اجيبه، انا خايفة عليه. الله يلومي اللي يلومك، بس مو كذي عاد. ولدك محتاج منك الحنان والاهتمام، مو تدقر وتتشعم. وبعدين لو صايدته بشي غلط كان ما يخالف، لكن خبيتينا علشان لقيتيه يبيع بالسوق. الله يعين، لو صايدته في بلوى من هالبلاوي اللي نسمع عنها. لا لا يا نجيبة لا تقولين كذي، ما بيهم يشوفون اللي شفته. دام انك خايفة عليهم لهالدرجة، لفيهم تحت جناحك وحاوطيهم والغلط يتصلح. لا تخسرين ولدك على سالفة ما تسوى. والله عدل كلامك يا نجيبة، الولد ما غلط، وما دام انه اشتغل وقام يصرف على نفسه ألف الحمد لله. هذا الكلام الزين. يلا خلينا نرد السوق ونشتري الأغراض اللي نبيها. لا يا نجيبة وي، ماني خلق أطبها السوق مرة ثانية. انزين والأغراض؟ أخذي سارة وياك، شوفوا اللي يصلح للبيت اشتروه. على هواك. نادي لي سارة خلنا نلحق السوق قبل لا يعزل. الحين نادي سارة.
سارة عزام شو قاعدك هالحزة؟ ما نمت للحين وبروح لأبوي العود. أبوي العود؟ ليش؟ ريهام تقول إن روان مي راضية تتزوجني، حتى لو خلت الديرة من ريايل وما بقيت إلا أنا هم مي راضية تتزوجني. ومالت عليها سليمة سكتها، حصل لها ريال نفسك؟ سمعيني عاد مالي خلق اسمع لحكي الحين، وأنا بروح لأبوي العود وتفاهم معه. إذن خليني أروح معك. شو ودك أنت وياي؟ باكر رايلك تسوي لنا سالفة. يعني إيش بيسوي يعني؟ يلا يلا امشي. سمعيني لا تطلقت أنا ترى مالي شغل. فال الله ولا فالك، امشي قدامي يلا. هذه شنو سارة؟ شايب السوق؟ لا ضيعي مزين خالتي تنطرين هني؟ اي ما بنطرك روح هذه مش هلا والله هلا فيك ايش عندك جاي السوق اليوم؟ جيت مع خالتي نجيبه نشتري شويه اغراض حق بيتنا الجديد خلاص عزمتكم تشيلون؟ ايه اقول ساره مو ناقصك شيء فلوس شيء ترى انا تحت امرك لا ابي سلامتك صدق والله ترى الفلوس هي فلوس ايش ساره مشكور موسى لا سمع سمع شويه خلي الفلوس هذه معاك ممكن تحتاج اي شيء لا مشكور موسى معاي امي اعطتني فلوس ساره لا تحسسين اني انا غريب عنك يبا كلها كم يوم وبتصيرين خطيبتي اي خطيبتي بتصيرين زوجتي وما بيصير شيء بخاطرك الا وتقدرين تشترينه امي اعطتني فلوس وايد لا يا ساره ترى ازعل عليك انت من اليوم ورايح مسؤوله مني مو من امك بعدين ترى انا اعتبرك من اليوم خطيبتي وزوجتي يا حلو اللي يستحون والله سمعيني ساره الحين روحي حق خالتك نجيبه لا تاخرين عليها واذا صار عندك فرصه دقي علي انا ناطرك ان شاء الله يلا يا حلو هالبنية هاي شمو شاي هاي شوربة صار يبا العود شايكم حلو حلو عافية يبا حاجيج اللي قالهم أبوهم العود عليكم بالعافية شو يقولون الله يعافيك الله يعافيك يبا العود يبا احنا هايين اليوم نبنعرف رد روان رد روان رد روان شاله على خطبتها من عزام روان موافقة اي بس يبا العود رهام البارحة تقول لي بالنت في شنو؟ يبا العود النت الشاتنج شاتنج ماسنجر منو هذا؟ يبا رهام امس محاكي عزام وقالت له ان روان رافضة وحمد قاعد يحاول يجبرها على الزواج وهي ما هي راضية لا وتقول لو خلت الديرة من الريايين الا انت هماني موافقة روان تقول هالكلام؟ مو روان يبا رهام هي اللي قايلة هالحكي حق عزام من قول روان يبا العود يعني روان قالت حق رهام دق على عزام وقولي لها الحكي يا عاد ليش تسوي كذي ايش دراني روح اسالها نعم يبا روان صدق انت قايله رهام تقول حق عزام انك ما تبينه اي يبا افا ليش يا بنيتي ما ابي ياهل وتافه وسخيف عزام ولد عمك واولى فيك من الغريب يا يبا عزام مو مال زواج عزام ما يقدر يفتح بيت ويكون مسؤول عنه
اصلا هو لما الحين مو مسؤول عن نفسه، شلون بيكون مسؤول عن بيت وعائله؟ يا بنيتي هذا الشيء ما يعيبه، الولد ما احتك بالناس ولا عنده تجارب، باكر لا تزوجته باذن الله واختلط بالناس بيصير غير وبيتغير مثل ما تبي. يبا يبا تكفى لا تغصبوني عليه، انا ما احبه ما ابيه. يا بنيتي زواجك من عزام بيحفظ اسمنا وهيبتنا بالسوق. يا يبا حمد قال لي هالكلام وانا مقدر الظروف اللي انتم فيها، لكن يا يبا حرام حرام تحافظون على اسمكم وتضيعون بنتكم. يا بنيتي انا ما اقدر اجبرك على شيء ما تبينه، لكن فكري في عزام مره ثانيه وحطي في بالك اسمنا وسمعتنا بالسوق. انت ما ترضين على اخر الوقت يطيح اسمنا اللي تعبت انا وابوك وعمك سنين علشان نسوي.